كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي كان اسمها القديم كلية الحاسبات والمعلومات. طبعا كان الكلام ده سنة 1995، القرار الوزاري بإنشاء الكلية، و96 على 97 كان أول دفعة دخلت الكلية. علم تطور يعني بشكل متسارع، فكل يوم بتطلع تقنيات جديدة وتكنولوجيات جديدة، فاللوائح الكلية يتم تطويرها بشكل دوري، يعني يمكن ما يمرش 5 سنين لما بنلاقي فيه تطوير للائحة الدراسية للكلية. في عام 2019 ظهرت توجهات على مستوى العالم في يعني في تبني تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات المختلفة في الحياة. وكانت مصر يعني من خلال اهتمام القيادة السياسية ووزارة الاتصالات بهذا الموضوع ووزارة التعليم العالي، طبعا جات لنا توجيهات عليا بان احنا نتبنى موضوع الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني كمان معاه في الكليات. فتم الموافقة في مجلس الجامعة بدعم من سيد رئيس الجامعة دكتور محمد عثمان الخشت بإن احنا نسمي الكلية باسم الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وينشأ فيها تخصص مستقل اللي هو تخصص الذكاء الاصطناعي، اللي هو احنا طبعا احنا تخصص عندنا من سنة ثالثة، فخرجنا لغاية الآن دفعتين، يعني الدفعة الأولى السنة اللي فاتت والدفعة الثانية اتخرجت السنة اللي قبل اللي فاتت، والثانية اتخرجت السنة اللي فاتت على طول، ودلوقتي الدفعة الثالثة اللي هتتخرج. بالنسبة لوزارة الاتصالات، يعني أنا على المستوى الشخصي إحنا علاقتنا قديمة بيها جدا، من بداية ما اتخرجت. يعني أنا على المستوى الشخصي كنت شغال في الاي تي اي اللي هو معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لمجلس الوزراء منذ إنشائه. يعني مجلس الوزراء طبعا من التسعينات أنشئ فيه ما يسمى مراكز دعم اتخاذ القرار ومعهد تكنولوجيا المعلومات وكيانات متخصصة في الرقمنة من أجل أن الحكومة تبقى حكومة رقمية. يعني طبعا مصر كانت سابقة في هذا الوقت، يعني واستمر التطور في برامج وزارة الاتصالات لغاية ما وصلنا النهارده لأن مثلا عملوا مراكز تسمى مراكز الإبداع في جامعات مختلفة، منها مركز الإبداع اللي هو تابع لوزارة الاتصالات ومرتبط بجامعة القاهرة في منطقة بين السرايات هنا في الجيزة. مركز الإبداع اللي اسمه كرياتيفا، احنا عملنا معاه بروتوكول تعاون. من خلال هذا البروتوكول بيتم تبني مشروعات التخرج اللي بيقوم بها الطلبة، بالإضافة إلى التدريب للطلاب، بالإضافة إلى التعاون في المجالات البحثية مع وزارة الاتصالات. بالنسبة لطلبة الكلية، احنا ندعم أنشطتهم اللي هي داخل الكلية، يعني بالإضافة للعملية التعليمية بيبقى في أنشطة حرة بيقوم بها الطلبة. عندنا فرق ذكاء اصطناعي، في فرق أمن سيبراني، في فرق برمجيات. الفرق دي بتبقى مجموعة من الطلبة بعد انتهاء وقت الدراسة بيمارسوا أنشطتهم وبيدخلوا مسابقات على المستوى القومي والدولي. فيعني احنا يمكن دخلنا في السنة اللي فاتت دي على طول، دخلنا في مسابقات كانت بتتم في كلية الفنية العسكرية، والفرق بتاعتنا فازت بالمركز الأول في مجال الأمن السيبراني، وبالمراكز الأولى يعني المركز الثالث مثلا فاز بيه طالب من عندنا من الكلية من في المسابقات الفنية العسكرية. خدنا موافقة مجلس الجامعة على دعم طلابنا في المسابقة اللي هي الإقليمية في البرمجيات اللي هتعقد في شرم الشيخ في شهر نوفمبر إن شاء الله. كانت الكلية طلعت على المستوى المحلي، أخذت المراكز الأولى، يعني أخذت المركز الأول والثامن
وإن شاء الله هتؤهل أو أهلت لأن هي تبقى في المسابقة الإقليمية اللي هيتعقد في شرم الشيخ، وبعد كده هتؤهل للمسابقة الدولية، ويعني معالي رئيس الجامعة وافق على دعم الفرق بتاعتنا، الثلاث فرق من عندنا، وبالإضافة إلى من يومين جالي بعض الطلاب اشتركوا في مسابقة أمن سبراني في المملكة العربية السعودية، وأهلوا للتصفيات في المملكة العربية السعودية، ونحن بنسعى الآن إن احنا ندعمهم في الوصول إلى هناك. احنا عندنا سوق العمل بالنسبة لتخصصات الكلية ليس سوق محلي فقط، هو محلي وإقليمي ودولي. فعندنا بعض البرامج اللي بنعملها للطلاب ما بين السنة الثالثة والسنة الرابعة، بنسميها برامج التدريب الميداني، بنبعت أبنائنا للشركات للاحتكاك المباشر بسوق العمل. مشروعات التخرج بنعملها كأنها بنسميها منتج أولي يقبل التطبيق الفوري في سوق العمل، وبنعمل نوع من انواع المنافسه ما بين الطلاب عن طريق ان احنا بنعمل معرض لمشروعات التخرج بعد انتهاء العام الدراسي لطلبه المستوى الرابع. المعرض ده طبعا بيبرز فيه الامكانيات بتاعه طلابنا، وبنستدعي شركات انها تبص على المشروعات دي. يمكن مثلا من ضمن الحاجات الجميله اللي بتحصل في هذا الملتقى او هذا المعرض إن شباب كتير بيلاقوا فرص عمل في هذه الشركات في وقتها على طول بشكل مباشر. على مدار بقى الدراسة والكلام ده بيتم التواصل، يعني شركات في سوق العمل المصري بتتواصل معانا لإن احنا نرشح لها خريجين ذوي كفاءة، يعني بحيث ان هم يشتغلوا عندهم، ونجحنا في ان احنا نوصل الكثير من الشباب للعمل في هذه الشركات. احنا الكلية بتاعتنا فيها اساتذة يعني وصلوا لمستوى الاستشاري، يعني مستشارين لوزير لوزارة الاتصالات او وزارة التعليم العالي. فالاحتكاك او التواصل معهم يعتبر تواصل مباشر يعني مع هذه الوزارات، ويعني انا شايف ان هم بيدعمونا دعم غير طبيعي. يعني يمكن الحاجه اللي انا يعني نفسي انها تحصل ان رجال الاعمال في مصر عايزين يبقى ليهم دور في المنظومه دي، منظومه دعم البحث الاكاديمي ودعم مشروعات التخرج، على اساس ان احنا نوصل للمستوى المرموق. يعني احنا عندنا الكفاءات موجوده وكل حاجه، بس يمكن الارض نفسها محتاجه نوع من انواع التمهيد كده للوصول للقمه يعني، وان شاء الله احنا نحن قادرون يعني باذن الله. لو بصينا على الخطه او الخطط اللي وضعها الدوله يعني في وزاره الاتصالات ووزاره التعليم العالي، بنلاقيها يعني نقدر نقول انها محدثه بشكل رائع جدا. يعني احنا ينفع نقول ان احنا في هذا المجال لا نقل كثيرا عن الدول المتقدمه، نعتبر متقدمين بصراحه يعني في المجال ده، نظرا ان احنا عندنا العقول موجوده هنا في مصر، وفي نفس الوقت الدعم موجود. وزاره التعليم العالي ببرامجها المختلفه وبالذات في الناحيه البحثيه والناحيه الاكاديميه وناحيه التدريب مهدت الارض. يعني يبقى بس ان احنا ندعم تعاون رجال الاعمال في ان هم يبقى يحطوا ايديهم في ايدين الاكاديميين في الجامعه، بحيث ان احنا نطلع بحاجه كويسه، لان انا يعني من الناس المؤمنين بان احنا قادرون على انتاج البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي اللي الاخرين بيستخدموها واللي احنا ممكن نستخدمها. يعني طبعا معروف ان الرقمنه دي او الحوسبه بصفه عامه بتوفر الوقت والجهد، ينفع جدا مثلا تتعمل نظم متكامله بحيث ان الواحد يقضي كل مصالحه من الاونلاين على طول من النت.
اللي انا بركز عليه هنا ان احنا نبقى منتجين لهذه البرمجيات وهذه التكنولوجيات. واحنا عندنا عقول الحقيقه يعني عقول مبدعه بشكل غير طبيعي، ونقدر نشجعهم بحيث ان احنا في الاخر مصر يبقى ليها دخل قومي جاي من انتاج البرمجيات والتكنولوجيات الحديثه، وده شيء يعني اولا مش محتاج بنيه تحتيه جامده قوي، لا ده هو مباشر على طول، عايز عقول والعقول موجوده، وعايز انفاق شويه في الاول على الافكار وعلى المشروعات ودعم ليها، وباذن الله احنا نقدر نوصل للمستوى اللي انا اتمناه يعني ان شاء الله لمصر. يعني دايما هو العمليه التعليم بيبقى فيها جناحين، الجناح اللي هو الدسم اللي هو الاكاديمي والكلام ده، اللي هي اللي بيتمثل في المحاضرات والسكاشن والمعامل والكلام ده، بالاضافه الى الانشطه. احنا بنشجع الطلبه ان هم يشتركوا في كافه الانشطه ويدخلوا كمان في المسابقات، عندنا فريق مسرح بياخد مراكز في المسابقات على مستوى الجامعه وساعات على مستوى الجامعات يعني، وعندنا فرق رياضيه وعندنا اللي هو النشاط الثقافي، بالاضافه الى النشاط الخاص بكليتنا اللي هي فرق النشاط المرتبط بالعمليه التعليميه عندنا، اللي هي فرق البرمجيات اللي هي طلعت وخدت مركز على مستوى المحلي، وداخلين ان شاء الله على المستوى الاقليمي وقبل كده فازوا يعني والمستوى الدولي، وفي فرق للامن السيبراني برضه شغاله وفي بتدخل مسابقات يعني، وفرق للذكاء الاصطناعي يعني، ويمكن السنه اللي فاتت كمان عملنا فريق لإنتاج اللي هي بنسميها النظم المدمجة امبيدد سيستم، فعملنا لهم مسابقة كده هاكاثون، كانت عربية موديل كده بيتحرك على طرق، فيعني في فرق فازت في هذا المجال، وإن شاء الله هندعم كل احنا ككلية يعني بندعم الفرق دي، وده نشاط خارج الدراسة ولكنه داعم للدراسة في نفس الوقت يعني. احنا من حوالي يعني يمكن سنتين او كده في الصيف بنعمل اطار كده للتعاون ما بين الطفل، مراكز ثقافة الطفل او وزارة التربية والتعليم والكلية بيقوم فيها بيها احد المراكز عندنا اللي هي المراكز ذات الطابع الخاص، يعني ما شاء الله كل سنة يعني بنشوف حاجات جديدة، أبنائنا الصغار يعني اللي هم بنعتبرهم هم يبقوا أبناء الكلية في المستقبل بيحضروا التدريب ده، وبتعمل لهم مسابقة وبيعقد لهم مؤتمر في نهاية التدريب يعني. الكلية طبعا في إطار البروتوكول اللي وقعته جامعة القاهرة مع الكلية الحربية يعني تم توقيع بروتوكول ما بين الكلية وما بين الكلية الحربية لتدريس مواد الحاسبات والذكاء الاصطناعي لطلاب الكلية الحربية، واحنا يعني ان شاء الله يعني شغالين مع اول دفعه، وباذن الله سيستمر التعاون طبعا الى ان يكون هناك في القوات المسلحه بالاضافه طبعا لتخصصاتهم في الاسلحه تخصصات يعني هيبقى معاهم بكالوريوس في الحاسبات والذكاء الاصطناعي.